السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع سوليبري موديل شيبر اجينا من فيوز، هقول له انا عايز موديل 3، الاقي هنا موجودة بشكل الظريف دوت. هاجي اقول له هنا اول واحدة، هنا بيبدأ يجيب لي الهيراركي بحيث ان هو كاسلوب شجرة المبنى كله، بعد كده الديفولت بيلدينج جراوند، وجوه جراوند هتلاقي الكولوم الدور الاوبننج الريلينج، اللي بعد كده بيبدأ يجيب لي الكاتيجوري الاساسية الكولوم، تمام. وفي اي لحظة ممكن تيجي على اي واحد فيهم وتقول له زوم، فيبدأ يعمل لك زوم على العنصر دوت اهوت، وهنا برضو بيبدأ يقسمهم لي بأسلوب مختلف. هتقدر اي عنصر وليكن مثلا دوت تقول له ابدأ اعمل عليه زوم، هنا بيبدأ يجيب لي دور دور، فتقدر تختار مثلا انا اختار دور يعمل زوم على الباب دوت بالشكل دوت. فده هنا بينظم لي العناصر اللي موجودة في المبنى. ممكن تعمل سيلكت مثلا على دور كامل تقول له اعمل لي زوم على الدور دوت بالشكل ده.